علم خبر انتحار ريان انتشر كل البلد. وانت امتى كنت ناوي تخبرني يا استاذ؟ لما بيتم تاكيد الخبر ويتحول لفضيحه تحرق مستقبلي. بيهمني شغله واحده بس، انه مستقبل المعلم على محك وناطر منه حل. كل الامور لازم تنحل. بكره البلد كلها راح تعرف انه ليش انتحر. كسر عظم يوميا بعد الاخبار خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI.